وسام البدري المدير العام لشركة كرومبيرغ شوبيرت في بيجا. مرحبا بكم في الاسباس هذا. احنا اليوم ننظموا الدورة عدد 10 من يوم العلم. هو سي نوديسيون تري سبيسيال بعد 10 سنين. يوم العلم هذا اللي ولات فريمون عادة حميدة كل عام نحتفلوا بها، وما شاء الله كل عام وعدد الأنجب والنجباء قاعد يزيد وقاعد يقدم. نتفكر أول إديسيون عملناها في 2015 اللي فيها حكاية 80 طفل وطفلة. اليوم عندنا ما يقارب 700 طفل وطفلة باش يقعدوا باش يقع تكريمهم من أنجب ونجباء اللي جايبين أكثر من 18 معادن، والولاد الصغار هذا كيف كيف اللي باش يدخلوا يقراوا عن بريمير. دونك كل واحد باش ياخذ إن شاء الله المحفظة نتاعو اللي فيها كل المستلزمات ينجم يقرا بهم مرتاح، اللي هما بيان سور من أولاد وبنات العاملين المعاملات اللي تابعين العائلة الموسعة اللي كرومبيرغ وشوبيرت في بيجي. سي طارق، التظاهرات كيف هناك توحي وتأكد انه المؤسسه نتاعكم بخير ولاباس وقاعده تتطور. حديث عن التظاهرات. لا الحمد لله المؤسسه نتاعنا لاباس بفضل المجهودات العمال والعملات نتاعها. كما كل عام نتلاقاو في يوم العلم نحكيو شويه على المؤسسه نتاعنا. المؤسسه ماشيه وتطور، ماشيه وتقدم بفضل السواعد التونسيه نتاعها اللي تشتغل. اليوم المؤسسه نتاعنا تقارب على ما يقارب تشغل ما يقارب 4000 عامل وعامله. كما تعرفوا السنه الفارطه قمنا بالاكستنسيون الثالث نتاع المؤسسه اللي تدبنا على اثره ما يقارب 1000 عامل وعامله، دونك كنا 3000 وشويه تو ولينا ما يقارب 4000 عامل وعامله. وكما يعرفوا الساده اللي يسمعوا في الانترفيو الكل اللي اعلنا على بدايه مشروع ثاني اللي هي كرومبيرغ وشوبيرت 2 اللي موجوده في المنطقه الصناعيه نفسها بتتاحها تبعد 100 متر على المعمل بتاعنا. يعني نستناو 2000 تكريم العام الجاي الحالي بقدرة ربي ان شاء الله من اجل بالوجباء، اللي هو مشروع دونك قد كرومبيرغ وشوبيرت واحد. دونك قاعدين نبنيو في ما يقارب على 35000 متر مربع من اسباس دو برودكسيون اللي كاباسيتي نتاعو تنجم توصل ما يفوق ال 4000 عامل وعامل اخرين. الارقام اللي قاعدين نراو فيها ونسبه معناتها المبيعات باش تصير من هنا 2027 تفرح برشا. دونك فما برشا مشاريع باش تحطوا في البروجي هذايا ان شاء الله. البناء يوفى في فيفري 2025 ابارتير من مارس ان شاء الله نبداو نقوموا بعمليه الانتداب، وبشويه بشويه المعمل هذا يلفا ايفولو تي تابتي. كيفاش ينطلق تقريبا في العمل الفعلي؟ ينطلق في العمل الفعلي في جويلي 2025، ويبدا وقتها المونتي اون كادونس ونبداو معناتها نكثروا في ريكروتمون. كما كنت نحكي من هوني ل 2000 اواخر 26 بدايه 27 بين بيجا واحد وبيجا اثنين، دونك باش نوليو نشغلوا ما يقارب على بين ما يقارب على 9000 عامل وعامله فرد بلاصه. Thank you.